وبالمناسبة يعني إن شاء الرحمن الرحيم، يمكن الدكتور مصطفى كان بيكلمني في أول امبارح، معلش يا أبا أنا يعني بيكلمني على خطته في، لأن إحنا كنا قلنا من شهرين إن إحنا محتاجين المستلزمات اللي موجودة في المواني تطلع يا دكتور مصطفى، فكان بيعرض عليا من يومين الخطة بتاعت خروج هذه المواد، وأنا مش بعلنها للناس، إحنا قلنا كلام بس وبننفذه إن شاء الله. فطبعا البنوك المصرية هتغطي المطلوب بالدولار على طول لصالح الاعتمادات ديت في خلال 3 4 ايام ولا كده كتير عشان تطلع المنتجات ديت. طبعا احنا يا فندم على مدار من 1 ديسمبر لغايه 23 ديسمبر افرجنا عن بضايع ب 5 مليار دولار. احنا كان الكلام كله ان في المواني 15 مليار، فعليا احنا على مدار من 1 معلش سامحني يا دكتور مصطفى، من فضلكم كلكم انتبهوا كويس قوي للكلام اللي بيقوله دكتور مصطفى دلوقتي، لان احنا ساعات قله البيانات او عدم تصدينا ان احنا نتكلم فيها تتيح فرصه ل يعني شائعات وكده. اتفضل دكتور مصطفى. يعني حضرتك كان دايما متواتر وكان لغايه فتره يعني ايام قليله ان اللي موجود في المواني من 15 ل 16 مليار دولار بضايع. الرقم ده فعلا كان موجود لغايه اخر نوفمبر، الرقم بهذا الحجم. احنا حضرتك اشتغلنا الحقيقه مع البنك المركزي ومع البنوك كلها القطاع المصرفي على تامين او الافراج عن اكبر عدد من هذه البضايع على مدار الشهر، ففعلا من يوم 1 ديسمبر ليوم 1 من 23 افرجنا عن 5 مليار دولار بضايع. الاهم حضرتك احنا حاصرين دلوقتي المتبقي يعني لغايه امبارح 9.5 مليار دولار اللي موجودين في المواني، ولكن الاهم اللي هم هنقدر نقول عليهم جاهزين ان هم يخرجوا واللي ليهم اهميه واللي ده اللي اتفقنا عليه مع كل الجهات بما فيهم اتحاد الغرف واتحاد الصناعات عشان الاربع شهور القادمين طبعا بما فيهم شهر رمضان، هم في حدود ال 4 مليار دولار و 4.5. ده بخلاف ان الباقي برضه حاطين له الخطه ان هو يخرج، لان احنا مش عايزين نوقف المصانع بتاعتنا ولا نقلل او نبطئ عمليه طبعا الانتاج في خلال الفتره القادمه. فعشان كده يمكن يا فندم يعني كان في امبارح اجتماع مهم جدا مع كل الجهات بننسق هذا الموضوع، واسبوعيا يا فندم هنعلن احنا بنخرج قد ايه من كل البنوك والقطاع المصرفي وباسم يعني المنتجات اللي بتطلع، لان هو ده الاهم واللي حضرتك وجهت بيه. عايزين نعمل يعني نغير يعني نتغلب على هذا التحدي اللي كان موجود اللي الدولة المصرية كانت مواجهاه في هذه الفترة بسبب ظروف الحرب، وان احنا نرجع تاني عجلة الاقتصاد زي ما كانت عليه، وده اللي ان شاء الله يا فندم بقينا شغالين دلوقتي خطة اسبوع باسبوع، وهنعلن للرأي العام بيخرج قد ايه من كل المنتجات علشان ندي رسالة طمأنينة ان شاء الله في السويس. طب ارجو ان احنا يعني واحنا بنعلن ده، ما اعرفش هل ده مناسب ولا مش مناسب، يعني نبقى في اطلاق اول قافلة يتم الافراج عنها نبقى موجودين هناك النسخ يا فندم ونقول بيانات اكتر للناس ان شاء الله يا فندم. انا بس عايز اطمنهم ان احنا لما قلنا ده ربنا سبحانه وتعالى وفقنا ان احنا ننفذ الالتزام ده. احنا بنتكلم على مليارات كتير من الدولارات. بالظبط يا فندم. بنتكلم على ايه؟ مليارات كتير يا فندم. فالناس مسكت في الدولار شويه لكن لا بأس، احنا برضه معانا دولار مش كده؟ ان شاء الله يا فندم ان شاء الله ومدبرين الموضوع.